قبل أن نبدأ إخواني الكرام، أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وأن تضعوا لايك للفيديو لتتوصلوا بالجديد إن شاء الله. أنقذ البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاما لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مشجعا طفلا صغير خلال محاولة رجال الأمن إبعاد الآخر عن اللاعب في لفتة إنسانية جميلة. وظهر في الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي محاولة الطفل المشجع الذهاب إلى البرغوث ميسي عقب المباراة الماضية أمام نانت الفرنسي في نهائي كأس السوبر الفرنسي لعام 2022، إلا أن رجال الأمن قاموا بالإمساك به. وأوضح مقطع الفيديو توقف ميسي وطلبه من الرجال الأمن ترك الطفل الذي وقف هاتف المحمول على الأرض من أجل السماح له بالتقاط السيلفي معه ومعانقته خلال خروجه خارج أرضية ملعب المباراة في لفتة جميلة من الجوهرة الأرجنتينية.